جامعة الدول العربية سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جذورها الثلاث طنبة الكبرى والصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جذورها المحتلة. واستنكر المجلس من خلال مشروع قراره الذي أقره اليوم احتلال إيران للجزر العربية الثلاثة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، تمهيدا لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل.